السلام عليكم يا احلى ملكات يا ملكات في الكون، كديرين؟ لبس عليكم بخير وعلى خير. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال والظروف. الا كنتو جداد في القناه ما تنسونيش من الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد في القناه. اليوم غندير معكم الفطير المشلتت المصري. منين تو حنا كنسمعوا هذا الاسم فقلت علاش لا اللي ما نصيبوش في الدار. المكونات اللي غادي نحتاجو هي طحين، الا كان داك الحلويات المميز يكون احسن. هنا عندي الزيت، عندي معلقه ديال الملحه ومعلقه ديال السكر، الماء يكون دافي باش غادي نعجنو، والزبده. وهنايا غادي نحتاجو الكريمه، انا درت الهيفي كريم. فاول حاجه يا البنات غادي نديروها هي اننا غنخلطوا هاد العناصر مع بعضها وغنبداو في العجن. العجينه غتكون خفيفه، ما غاديش نديروها قاصحه. ومنين غادي نكملوا العجين غادي نحطوها على طاوله العمل وغادي نبداو نعلكو. هنا ضروري يا البنات كتبغي العليك مزيان حتى كترطب لنا ديك العجينه، وميم طو كتنشف من داك الماء اللي من داك الجريان اللي جاريه. المهم كتعلكوها نيت رياضه. منين كنكملوا من داك العليك غادي نخليها غادي ترتاح. هنا رجعت هانتوما كما شفتوا راها ولات بحال الا نشفات. صافي كندورها غير شويه وغادي نبدا نقطع قريصات. المهم هنايا غتحاولوا ديروا قريصات اللي يجيكم العدد زوجي، لان في الاخر غادي نديروا وحده في وحده، فما نخليوش شي وحده هكا في الراديه. حاولوا انكم تقدوهم، بغيتوا انكم يكونوا كبار على حسب سطح العمل اللي عندكم. بغيتوا الى عندكم سطح العمل يكون كبير ماشي مشكل انكم ديروهم كبار، لكن الى عندكم سطح العمل صغير من الاحسن ديروهم صغار. هنايا صافي كنرجع دوك القريصات اللي قطعت في الاولى قطعتهم بطريقه عشوائيه حتى قديت الارقام، وهنايا رجعت باش كندير لهم الزيت وكنكورهم مزيان بطريقه ديال المسمن. صافي كنحطهم في طبيصيل نخليهم يرتاحوا تقريبا واحد نص ساعه. هنايا دوبت الزبده، وهنايا رجعت معكم من بعد ما ارتاحت لي ديك العجينه. صافي هنا كنبداو نستعملوا الزيت. هنا هاد الزلافه عندي فيها غير الزيت، لكن راني دايره زلافه اخرى فيها الزيت والزبده هي اللي غادي نبدا ندير لداخل. صافي المهم كنقرص هاد العجينه. ضروري البنات ما انكم تقرصوها حتى غيبدا سطح العمل يبان لكم من العجينه، كترققوها بحال ورقه البسطيله. طبيعة الحال ماشي بحال الورقه ديال البسطيله، لكن حاولوا ما امكن انكم ترققوها. واخا تقطع عليكم ما كان حتى شي مشكل، لان في الاخر غادي تجمع العجينه. هانتوما كما كتشوفوا راه صافي بدا كيبان ليا داك السطح. وهنايا كنبدا ندهن بديك الزبده. الزبده كتعطيها واحد البنه يا البنات. صافي وكنجمعها على طريقه المسمن على اربعه. من بعد ما كنجمع دابا هنايا اربعه كنرجع نجمع دوك الجنيبات وكنديرها بحال الكويره. صافي ها نتوما كنكور بحال هكا وكنحطها في طبيصيل، عاوتاني كنهز الكويره الاخرى ونفس الشيء يا البنات. غير هنايا المهم غادي نرققها مزيان. هذه ما عرفتش واش هي غادي ندير فيها الاخرى، المهم تابعوا معايا وهانتوما غادي تشوفوا. غندير ليها بحال الاولى وغادي نعاود ثاني ندير ليها الشكل المربع. انا هذه واقيلا كانت قطعات فما بغيتش ندير فيها الاخرى، غادي نخليها على جنب وغادي نبدا وحده اخرى اللي غادي ندخل فيها هذيك الكويره الاولى. المهم كدوروها بحال هكا وكتحطوها، كتردوا البال الا كانت الكويره كبيره. طبيعه الحال الثانيه ديالها حتى هي خصها تكون كبيره. وكما قلت لكم واخا كتقطع لكم ما كان حتى شي مشكل، لان من بعد كل شيء كيتجمع ما كتبقى تبان حتى شي حاجه. هي الاهم يا البنات هي انها تكون رقيقه العجينه. صافي كنجمع من هنا ومن هنا، وها نتوما دابا غادي ندير عليها هذيك الكويره الاخرى. صافي وكنجمع بحال المسمنه مدوبله.
عاوتاني وكنجمع دوك القنيتات بحال الكويره وكنحطها في الطبسيل انها حتى هي ترتاح. وغادي نستمر بهذه الطريقه. هنايا ثاني غادي ندير هذيك الثانيه الاخرى اللي كنت خليت. هو صراحه كيقولوا له الفطير المشلتت، لكن طريقه العمل تقريبا بحال ديال المسمن، وحتى المذاق في الاخير غير هو هذا، لان فيه السكر وفيه داك الكريمه من الفوق كيجي بحال بنين. المذاق ديالو كيجي صراحه زوين، لكن طريقه العمل تقريبا بحال المسمن اللي كنصايبوه وكندخلوه الفران. هنايا عندكم الحق يا البنات، بغيتوا ديروا جوج، بغيتوا ديروا ثلاثة، بغيتوا ديروا أربعة، المهم شحال ما دوبلتوهم. صافي، المهم كملت هذوك العجينات ديالي كاملين. صافي، وهنايا جبت لاطا دهنتها بالزبده وغادي نبدا نحط في هذوك الكريسات كاملين اللي صايبت. انتم راه عندي شي كبير شي صغير بالحق، ماشي مشكل. صافي، وهنايا ديك الكريمه اللي وريت لكم قبيله غادي نبدا ندير واحد المعلقه فوق كل وحده، معلقه صغيره تقريبا. صافي، وكتبداو تقرصوها هكايا حتى ديك الكريمه كتجانس مع ديك العجينه من الفوق. صافي، وغادي نستمر بهذه الطريقه حتى غادي نكمل هاد الكريسات كاملين اللي عندي. وهنايا راني سخنت الفران على درجه حراره 375، درت انا 375 حتى سخن مزيان، ونقصتها ثاني ل 350. نتوما ديروا 170 درجه وكتخليوها هي البنات حتى كطيب من التحت مزيان، عاد باش كتشعلوا ليها من الفوق باش كتحمر من الفوق. صافي، انا غادي نستمر بهذه الطريقه باش نكمل دوك الكريسات ديالي كاملين. المهم ما تحاولوا هنايا في هذه المرحله هذه ما ترققوهمش بزاف وما يكونوش ثاني غلاضين. المهم بين وبين هما تيقولوا على الاقل يكون واحد سنتيم ونص، انا راه شفتوني درت غير سنتيم. المهم نتوما شوفوا، بغيتوا ديروا سنتيم بغيتوا ديروا سنتيم ونص، داك الساعات المهم كيبقى لكم الاختيار. صافي، وهنايا مباشره غادي نبدا نطيب. هانتوما كيبداو يتنفخوا ملي كيكونوا في الفران لان خاوين من الداخل. صافي، خليتهم كما قلت لكم حتى تحمروا من التحت وشعلت ليهم من الفوق. ها هما كما كتشوفوا راهم حامرين طايبين، راه كيجيو مقرمشين يا البنات، واحد الريحه كيطلقوا في الدار. هانتوما شوفوا كيجيو حامرين ومقرملين، فاذا كنتو رققتوهم كيجيو قاصحين شويه، لكن الا خليتوهم شويه غلاط يعني كيجيو شويه مرطبين. وصافي، هنايا كنحط في داك الطبسيل. انا صراحه صايبتهم في الليل وخليتهم حتى الصباح عاده باش فطرنا بهم. راه ما نقول لكمش المذاق يا البنات رائع رائع رائع، لان الزبده مع هذاك السكر ومع هذيك القشطه اللي كتكون هكا من الفوق كيجي المذاق ولا اروع يا البنات. جربوا الطريقه وغادي تعجبكم ان شاء الله. وصافي، دابا هنايا غادي نوريهم لكم كيفاش جاوا من الفوق، وغادي نقطع لكم وحده غير باش تشوفوا كيجيو خاويين من الداخل وكيجيو بحال الورقات بحال مصايبها من الورقه. حتى هانتوما جاوا محمرين. او صافي يا البنات، الوصفه ديالنا اولا الفيديو ديالنا قرب يتسالى. ما تنساونيش من التعاليق من اللايكات، ولا كنتو جداد في القناه ما تنساونيش من الاشتراك والجرس فضلا وليس امرا. وكنتمنى اذا المهم ما جبتش الوصفه هي هذه، كنتمنى الاخوان المصريين ما يزعلوش مننا. وهانتوما بالصحه والراحه، وخلاو هنيت المصريين مطرح ما يسري يمري.
وبالصحة والهنا إن شاء الله، وجربوهم راه كيجيو رائعين يا البنات. شي حاجة هكايا جديدة، وهانتوما خليو لايك واشتراك فضلا وليس أمرا بطبيعة الحال. المهم إلا عجبكم الفيديو غادي تخليو ليا لايك، ما عجبكمش المهم. والسلام عليكم في أمان الله وحفظه.